جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرسلت مع أحد الإخوان فلوس وبعت عليه الفلوس السعودية بعملة سودانية، ولما عرفت كمية المبلغ بالفلوس السودانية قلت له: اشتري لي سيارة من السودان بهذا المبلغ، ولم أستلم منه المبلغ، فهل هذا البيع فيه ربا؟ بيع النقود بالنقود يسمى مصارفة، كالريالات السعودية بالنقود السودانية أو غيرها يسمى مصارفة، يشترط فيه التقابض في مجلس العقد لئلا يتفرق وبينهما شيء. فإذا كنت دفعت له العملة السعودية واستلمت العملة السودانية، ثم إنك أعطيته العملة السودانية بعدما قبضتها وأمرته أن يشتري بها سيارة لك، فهذا من باب التوكيل ولا مانع منه. أما إذا كنت دفعت له العملة السعودية وقلت له: البديل الذي هو العملة السودانية تشتري به لي سيارة، وأنت لم تقبضها منه، فهذا لا يجوز. نعم، جزاكم الله خير.